دائما ما يختبئ القتلة المتسلسلين في أماكن غير متوقعة، ولكن أن يختبئ أحدهم بين المشاركين في برنامج تلفزي للمواعدة بل ويفوز أيضا، هذا هو الأمر الغريب والفريد من نوعه. هذا الرجل الذي لقب بآلة القتل خطط لعمليات قتله واختبأ وسط المشاركين في برنامج للمواعدة وظهر على التلفاز وحصد إعجاب الكثير من الشابات. ما قصته؟ وكيف نفذ عمليات قتله؟ وكيف استطاع الاختباء؟ وكذلك كيف تم اكتشافه؟ كل هذا وأكثر في هذه الحلقة من وقائع، فابقوا معنا. في إحدى الأمسيات من عام 1998 كان يتابع ملايين الأشخاص في الولايات المتحدة برنامجهم التلفزي المفضل لعبة المواعدة، وفي بداية الحلقة تم التعريف بالمشاركين أو المتنافسين الثلاثة. أحدهم تم تقديمه على أنه رجل يحب السفر والقفز بالمظلات وركوب الدراجات النارية. يتم تسليط الضوء على المشارك والذي يدعى رودني ألاكلا، ولكن ما لا يعرفه مقدم البرنامج ولا المشاهدين أن هذا الرجل هو قاتل متسلسل غزير الإنتاج، ستسميه الشرطة بآلة القتل. الغريب أن هذا الرجل فاز بقلب الفتاة في تلك الحلقة وخرجوا سويا في موعد غرامي. ولد ألاكلا في أغسطس من عام 1943 في ولاية تكساس. لم تكن طفولته سعيدة للغاية بسبب رحيل والده وترك العائلة، وهذا أثر بشكل كبير في نفسية رودني الصغير. رغم ذلك حدث شيء آخر أثناء طفولته ربما يفسر السبب وراء الجرائم التي سيرتكبها ألاكلا لاحقا في حياته. عندما انضم رودني إلى الجيش في البداية كان شخصا طبيعيا، ولكن بعد فترة شخصه الطبيب النفسي العسكري بأنه مصاب باضطراب في الشخصية المعادية للمجتمع، وهو ما يحدث عندما يبدي الشخص لا مبالاة تجاه ما يشعر به الآخرون، ويمكن أن يتجلى هذا الافتقار ليصبح ضميرا عدوانيا ويؤدي إلى التورط في جرائم. تم تسريحه من الجيش بسبب تشخيصه هذا، وبعد سنوات تم تشخيص حالته أنه مصاب بالنرجسية الخبيثة والسادية. لم يمنع كل هذا من حصوله على شهادة من كلية الفنون الجميلة في جامعة كاليفورنيا، وبعد تخرجه في عام 1968 قرر ألاكلا أن يصبح وحشا كاسر. في ذلك العام استدرج فتاة تدعى تالي شايرو إلى شقته في هوليود. هناك ضربها بقضيب حديدي حتى فقدت الوعي. على الرغم من ذلك تم رصده وهو يحاول اختطاف الفتاة من شخص يعرف اسمه، ولكن عند وصول الشرطة إلى شقة ألاكلا لم يجدوا له أثر، بل وجدوا فقط الفتاة وهي ملقاة في بركة من الدماء. ما لا تعرفه الشرطة هو أن ألاكلا يختبئ في مكان قريب، ولكن نظرا أن الفتاة كانت لا تزال حية فقد تركزت الجهود على إبقائها على قيد الحياة. للأسف بقيت الفتاة في غيبوبة لمدة 32 يوما، وكان عليها أن تتعلم المشي من جديد عندما استيقظت، ولكنها استطاعت الشهادة ضده بعد عقود عندما تم إلقاء القبض عليه. غادر ألاكلا كاليفورنيا بعد تلك الجريمة وذهب إلى نيويورك لينضم إلى مدرسة السينما. غير اسمه هناك إلى جون بريغر، عمل كمصور فوتوغرافي، وأحب الناس في النوادي والملاهي الليلية الصور التي يصورها لهم، ولكنهم لم يعلموا أنه عندما ينظر إليهم عبر عدسة الكاميرا يتخيلهم فقط وهم مقتولين على يده. في عام 1971 تم وضعه على قائمة المطلوبين للعدالة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهذا يعني أنه سيتم تداول صور ألاكلا في كل مكان. كان قد قتل بالفعل مرة أخرى بحلول ذلك الوقت. كانت الضحية امرأة شابة تعمل كمضيفة للطيران. لقد تعرضت للخنق على يده، وقام ألاكلا بوضع جسدها بطريقة معينة مريبة. كان هذا الوضع بمثابة التوقيع الخاص بألاكلا. يعرف الجميع بأنه هو من ارتكب هذه الجريمة، وكان الرجل يستمد رغبته وإشباعه الجنسي المريض من ترك ضحاياه في تلك الوضعية، وهو ما يسمى بالتدريج. عمل ألاكلا في معسكر الفنون بهامشاير للأطفال،
حيث رأى طفلان وجه ألاكلا في صور المطلوبين للعدالة بالمصادفة وأبلغوا عنه الشرطة. تم إلقاء القبض عليه وإعادته إلى كاليفورنيا لمواجهة العدالة، ولكن بالطبع لم ينتهي الأمر هنا. في الحقيقة لم يقضي ألاكلا سوى 17 شهرا فقط في السجن، لأن والدي تالي شويرو قررا أخذها ومغادرة الولايات المتحدة، فلم تكن الفتاة هناك لتشهد عليه، ولم تعلم الشرطة أنه هو الجاني في الضحية الأخرى في نيويورك. تم اتهامه فقط بجريمة الاعتداء وقضى وقتا قصيرا للغاية في السجن. تم القبض على ألاكلا مرة أخرى بعد شهرين من خروجه من السجن بسبب أخذ فتاة من الشارع وجعلها تدخن الحشيش، ليحاول بعدها تقبيلها والاعتداء عليها بالقوة. قضى عامين آخرين في السجن إثر هذه الواقعة، ولكنه تمكن من إقناع مجلس الإفراج المشروط بأنه سليم العقل وبأنه ندم على أفعاله، فقرروا إخراجه من جديد. كان الرجل حلو اللسان وكان متلاعبا خطيرا بالعقل. عاد ألاكلا إلى نيويورك حيث قتل إيلين جين هوفر، وهي شخصية اجتماعية ثرية ومعروفة في المجتمع في نيويورك. عثرت الشرطة في مذكراتها أنها ستقابل المصور جون بيرجر، وكان معروفا أنها تتسكع معه كثيرا، لكن لم يتم إدانة ألاكلا بتلك الجريمة حتى عام 2013. عاد إلى لوس أنجلوس عام 1998 وحصل على وظيفة جديدة في صحيفة لوس أنجلوس تايمز. شارك ألاكلا في برنامج لعبة المواعدة كما ذكرنا سلفا، وعلى الرغم من أنه بدا مخفيا بعض الشيء، إلى أنه استطاع إقناع الفتاة التي تختار من سيواعدها في تلك الحلقة بأنه هو فتى أحلامها. في الحقيقة لقد خدع الملايين بطريقته الخاصة في تلك الحلقة وصدقوه جميعا. تواعدت تلك المرأة معه لمدة يوم واحد فقط لتتصل بالبرنامج وتخبرهم أنها قررت ألا تستمر في مواعدته، فهو مخيف للغاية وينبعث منه شر رهيب. شعر ألاكلا بالغضب الشديد بعد رفض الفتاة مواعدته، وكان على شخص ما أن يدفع الثمن. في عام 1979 قتل بوحشية جيل باركومب البالغة من العمر 18 عاما، قام بضربها على وجهها بحجر وخنقها، وبعد ذلك وضع رأسها في التراب وهي في وضع السجود. قالت الشرطة أنها بدت كالكرة الملفوفة. بعد ذلك بفترة وجيزة استخدم مطرقة لقتل ممرضة تدعى جورجيا ويسكتد. تم العثور على جثتها في شقتها في ماليبو. أيضا قتل سكرتيرة قانونية تدعى شارلوت لام، وتم العثور عليها في غرفة الغسيل في الجزء السفلي من منزلها. تم العثور أيضا على جيل بارينتو البالغة من العمر 21 عاما في شقتها بعد فترة وجيزة، وتم ترتيب جسدها بنفس الوضعية مثل الضحايا السابقات. عثرت الشرطة على جثة أخرى لفتاة صغيرة تدعى روبن سامسو، حيث تعرضت للضرب عند سفح جبال سان جابرييل. هناك أخطأ ألاكلا، حيث حاول التقاط صور لتلك الفتاة وصديقتها سابقا عند شاطئ قريب، ولكنهم اشتبهوا فيه وقرروا المغادرة سريعا. أخبرت صديقة روبن الشرطة عن ألاكلا وقالت إنها تعرف وجهه. كانت اللعبة على وشك الانتهاء. عند تفتيش منزل والدة ألاكلا عثروا على مفتاح قادهم لخزانة في سياتل، حيث عثروا هناك على أشياء تخص الضحايا المقتولات، بالإضافة إلى مئات الصور للفتيات والشابات تم تصويرهن بطريقة سادية. في عام 1980 تمت إدانته بقتل روبن سامسو وحكم عليه بالإعدام، ولكنه تم نقض الحكم. بعد سنوات تم اتهامه بعدة جرائم قتل أخرى مما ارتكبها بسبب ظهور أدلة الحمض النووي. تقدمت 21 امرأة وفتاة أنهن تم تصويرهن عن طريق ألاكلا بشكل جنسي بالقوة، وأيضا ظهرت 6 عائلات أبلغوا أن بناتهن في تلك الصور التي كان يصورها ألاكلا وهن مختفيات. في عام 2013 ربطت الشرطة قضية مقتل إيلين جين هوفر، ولكن لا يزال هناك أكثر من 900 صورة لم تنشرها الشرطة للجمهور لفتيات تم تصويرهن من قبل ألاكلا بسبب الطبيعة الجنسية لتلك الصور. لهذا السبب
يعتقد أن ألاكلا قد قتل ما يزيد عن 130 امرأة وفتاة. في الوقت الحالي يبلغ ألاكلا من العمر 77 عاما ويقيم في سجن في ولاية كاليفورنيا، سيبقى هناك حتى يموت لأن ولاية كاليفورنيا قد ألغت عقوبة الإعدام بحق المحكوم عليهم بتلك العقوبة. والآن عزيزي المشاهد، هل تظن أن ألاكلا بالفعل قد قتل كل هؤلاء؟ هل تؤيد فكرة نشر الشرطة لتلك الصور للجمهور حتى تتعرف بعض العائلات على ذويه من مفقودين حتى ولو كانت الصور ذات طبيعة جنسية؟ أخبرنا عن آرائك في قسم التعليقات أدناه. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.